في سياق منفصل، طالبت عشيرة البعساف وجمع من أهالي ووجهاء الأنبار في مؤتمر صحفي بإطلاق سراح رئيس كتلة الاستقرار علي فرحان الدليمي الذي صدر بحقه حكم بالحبس لسنة. نوجه رسالتنا باسم جميع أبناء الأنبار بشبابها ومثقفيها وعشائرها الكريمة رجال ونساء إلى القضاء العراقي العادل لإنصاف هذا الرجل وإحقاق الحق، وكلنا ثقة وأمل كبير في عدالة قضاؤنا، وليعلم الجميع بأن النصر لم يأتي بسيوف المقاتلين بل جاء بعدالات القضاء العراقي، وأخيرا الحرية للدكتور علي فرحان الدليمي.